اهلا يا استاذ احمد. اولا مبروك ليك وشعب مصر كله والجيش مصر وشرطه مصر والقضاه الشامخين في مصر والسيد الرئيس. الحقيقه يعني انا سعيد جدا بكل المظاهر اللي حصلت للاحتفاليه الوطنيه، ملحمه الحب للوطن اولا، لمصر اولا ولرئيسها. الحقيقه انا يعني سعدت كثيرا لما شفت الانطباعات بره وتلقيت مجموعه كبيره جدا من المكالمات من الاصدقاء البرلمانيين والسياسيين من كل بلاد العالم الحقيقه من اصدقائي، وهم بيقولوا مبروك، انتوا اثبتوا فعلا ان انتوا شعب عريق، شعب اصيل، شعب محترم. واحنا بدانا نعرف معلومات كتيره جدا ما كناش نعرفها قبل كده من كل اللي احنا سمعناه واللي كتب من الناس اللي لها مصداقيه ولها امانه وبتقول الحقيقه ايه. انا الحقيقه عايز اقول لك ان اللي حصل ده وخروج الشعب ومبايعه الشعب للسيد الرئيس يعني بمنتهى الامانه وبمنتهى المصداقيه هو حصاد الوطنيه، حصاد العمل، حصاد التضحيه، حصاد الامان اللي عشناه، وحصاد رجل وطني محترم قدم حياته كلها عشان مصر وعشان شعب مصر وعشان تاريخ مصر. انا عايز اقول لك انه الملحمه دي ما تتخيلش وصلت للعالم بره ازاي، وخذلت اهل الشر وخذلت من يريدون الخونة دول اللي أرادوا بمصر إن هم يسقطوا مصر أو يسقطوا تاريخ مصر أو يسقطوا كل المبادرات الفاشلة اللي حاولوا يعملوها من أجل نيل من مصر. عايز أقول لك إحنا النهاردة يعني أنا سعيد جدا طبعا وشفت خطاب السيد الرئيس النهاردة وهو بيكلم بمشاعر الفخر والاعتزاز. هي معركة، هي معركة حقيقية انتصرنا فيها، وانتصرنا فيها لقوى الشر كلها، مش الجماعات الارهابيه بس، لا ده في جماعات ثانيه خبيثه متربصه بمصر، وفي جماعات ارهابيه اللي عاوزه انها يعني تدمر مصر تدمير وتقتنص من شعب مصر. لكن الحمد لله شعب مصر كان اذكى، كان شعب العبقري ده فهم مش هتضحك عليه تاني. بره بيشوفوا ازاي 24 مليون نزلوا للادلاء باصواتهم، منهم 21 مليون او 800 للسيد الرئيس، والباقي توزع ما بين بطر والمهندس. ال 24 مليون اللي نزلوا دول بيعنوا ايه الخارج؟ شايفهم ازاي؟ انا هي دي الرساله الحقيقيه لمشاعر مصر الاصيل اللي رغم انه يمكن عانى من الصعاب نتائج كل اللي حصل بعد 11 بعد 25 يناير عانى الشعب المصري كتير جدا، ويمكن ثوره الاصلاح الحقيقيه اللي عشناها احنا تعبت ناس كتيره جدا من الناحيه الاقتصاديه بالذات، لكن الشعب المصري عنده حياته وكرامته وتاريخه وشرفه وعرقته قبل كل اعتبار. هنا دي الرساله الحقيقيه اللي قدمها لما يزيد النهارده شعبيه الرئيس ويتقدموا اكثر من الدور اللي فات. دي رساله للعالم ان مصر بخير وشعبها كله يقف خلف السيد الرئيس رغم كل اللي حصل كله، لكن احنا نثق في هذا الرجل، نثق في وطنيه واخلاص ووفاء هذا الرجل. عشان كده احنا بنقول للشعب كله، للعالم كله بقى مش هتضحكوا علينا تاني. وبنقول للخونه، الخونه اللاجئين النهارده اللي قاعدين في اذاعات العالم وفي محطات العالم بره قاعدين يالفوا قصص كاذبه عشان يكذبوا ويضللوا بيها العالم. لا، الشعب المصري مش هتضحك عليه، والعالم بره بدا يعرف الحقيقه. بدا يشوف النهارده ميادين مصر كلها وهي بتتغنى قبل الانتخابات على مدى شهرين اللي فاتوا. صحيح. والنهارده الشعب كله طالع اهو، الشعب كله جميع ميادين مصر النهارده بترقص وبتغني. صحيح. بتغني ليه؟ بتغني لانه عنده امل في المستقبل، عاوز الاستقرار، عايز البناء، عايز النهضه، عايز التنميه الحقيقيه اللي احنا بنشوفها في مصداقيه هذا الرجل. احنا لما ادينا له صوتنا كنا عارفين امكانياته ايه، والراجل اشتغل بكفاح. انا اتحدى اي رئيس في العالم عمل اللي عمله في 4 سنين دي بهذا الوفاء وبهذا الوقت الانجازي الكبير اللي حصل كله، اللي الشعب كله لمسه وعاشه وشافه. لكن الحقيقه يمكن في قصور كتير جدا في بعض المعلومات انها توصل للخارج، لكن المصريين لما خرجوا بره ادوا رساله. الانتخابات اللي حصلت في سفاره مصر كانت برضه محل تعليق كبير. اللي حصل النهضه اللي حصل دي في مصر وخروج الناس في الميادين والتعبير عن مظاهر الملحمه الوطنيه بالاحتفال وبالرقص وبالغنى، الاغاني الوطنيه يمكن كل واحد كان بيغني اغنيه وطنيه كان بيزعج وكان بيخدش كذب وبيفضح كذب. اللي هؤلاء الخونه اللي بره دول خونه اللي هم لاجئين النهارده بلا موقف، دول خونه اللي قاعدين بيطلعوا في اذاعات العالم النهارده يتكلموا عن مصر او يشوهوها كذبا، والعالم كله عرف ان هم كذابين ولا مصداقيه ليهم.
النهارده انا عايز اقول ان احنا يمكن دينا رساله حضاريه محترم تتحضر، وعاوز اهم السيد الرئيس تهنئه خاصه واقول له ان شعبك شفت مزار حبه، واحنا يعني عشنا معاك 4 سنين في منتهى الفخر والاعتزاز والمصداقيه والشفافيه شفناها معاك، وهنكمل ان شاء الله معاك في ال4 سنين الجايين، وهنبني مصر المستقبل، وهنبني مصر الحضاره الحديثه، وهتقول للعالم احنا المصريين فعلا اللي عندنا رساله من اجدادنا التاريخيه هنكملها النهارده ببناء الحضاره المصريه الحديثه. بتعتبر ما حدث اليوم ايضا تفويض شعبي جديد للسيد الرئيس؟ بالظبط تفويض. انا عايز اقول لك بقى، دي ثوره، تأييد، ثوره حب، ثوره لتأييد السيد الرئيس. طبعا من الناحيه القانونيه والدستوريه هي فتره رئاسيه ثانيه، لكن هي مبايعه على بياض على صفحه، يعني توقيع الناس اللي طلعوا كلهم بيقولوا الرئيس ده احنا نثق فيه، احنا بنبادلك هذا الحب وهذا الاحترام وهذا التقدير اللي انت عشته لشعبك، احنا بنبادلك واكثر لان انت كنت رمز للمصداقيه. انا النهارده انت عارف بالصدفه النهارده بشوف كده في النت والحاجات القديمه لقيت ديت كروز ده راجل كان مرشح امريكي، تعرف قال ايه ده وهو في الكونجرس؟ بيقول لهم احنا عاوزين الرئيس في امريكا زي الرئيس السيسي، له مصداقيه وله كلمه ويعرف كويس قوي ازاي يحارب الارهاب. شوف بيطلب ايه بقى؟ بيطلب الشعب الامريكي ان هو ينتخب رئيس بمواصفات الرئيس السيسي في مصداقيته وفي التزامه وفي حب لشعبه. في علامات النهارده العالم بدا، رغم انه في محاولات طبعا من ناس اهل الشر دول بيحاولوا ان هم يكلموا ويعملوا، لا النهارده الناس اللي على مستوى الرفيع المستوى في القيادات العليا في العالم كله عرفوا مين شعب مصر ومين هو الرئيس السيسي، وعرفوا العشق اللي بين الشعب والرئيس والرئيس والشعب. خلاص موضوع يا احمد بيه، انا يمكن عايز اقول لك كل الخداع واللي حصل قبل كده ما عادش يخيل على الشعب المصري انه يخش عليه تاني، لا احنا فهمنا الناس كانت عايزه ايه ونواياهم الخبيثه كانت ايه، وشفنا اهل الشر دول عملوا ايه في مصر في سنه، وشفنا النهارده ان كل واحد فيهم النهارده فين، لكن الشعب النهارده خد قرار، خد قراره للبناء والاستقرار والتنميه وللنهضه الحديثه، وان شاء الله ال4 سنين الجايين دول هيجني الحصاد، هيجني حصاد 4 سنين يمكن كان فيهم يعني شقاء لحد كبير في العمل المدني وفي الالتزام وفي التضحيه. كل اسره ضحت وكل رجل في مصر ضحى الفتره اللي فاتت دي من اجل امن وامان واستقرار مصر. انا عايز اقول لك الفتره اللي جايه هي فتره الحصاد. فتره يمكن النهارده سياده الرئيس عبر بكلمه اتكلم فيها عن نوعيه جوده الحياه. ويمكن ده تعبير مصطلح سياده الرئيس النهارده يمكن اول مره يتكلم عنه. وده في اشاره واضحه انه بيتكلم على الحصار في الفتره اللي جايه. وبيتكلم عن جوده الحياه للمواطن، جوده الخدمات للمواطن، جوده الرفاهيه اللي ممكن يعيشها شعبنا ان شاء الله الفتره الجايه دي نتيجه كل الاعمال العظيمه اللي عملها هيجني ثمارها وهيكمل، لسه في تحدي كبير وفي مشاغل كثيره جدا وفي اعمال كثيره جدا في التخطيط اللي جاي. انا على يقين ان سياده الرئيس هينجح وشعبه خلفه والعقول النيره المصريه اللي بنت ال4 سنين اللي فاتت دول اللي كل سنه فيها تقدر ب10 سنين هتكمل، وهتكمل ان شاء الله ال4 سنين الجايين دول برضو كل سنه فيها باكثر من 10 سنين، وهنشوف بقى مصر الجميله، مصر الحضاره، مصر الانتاج، مصر الانتاجيه، مصر اللي احنا هنتغنى بيها كمان دوله متقدمه. بقى احنا على طريقنا النهارده عشان نفتش فرشه جديده للعالم، احنا النهارده بنعمل البنيه الاساسيه لمصر اللي نخاطب بيها العالم كله، احنا على الطريق الصحيح، احنا بنبني حقيقه، بنبني يعني دعائم دوله عظيمه، دعائم دوله ديمقراطيه، دعائم دوله تبغى انها ترسم رؤى مستقبل طموح، ما هواش مجرد الطموحات التقليديه الصغيره. انا عايز اقول لك برضه لا يفوتني حاجتين الحقيقه عايز اتكلم عنهم. الموضوع الاولاني انا عاوز احيي الاستاذ موسى علي موسى مصطفى، هذا الرجل موسى مصطفى الحقيقه يعني انا هذا الرجل احترمته جدا، اولا في التحضر في العمليه الانتخابيه، ثانيا انه قدم صوره مشرفه لمرشح رئاسي، قدم صوره محترمه ازاي يتعامل مع الناس وازاي يقدم نفسه وازاي يستحق. هو يمكن كلنا كنا على يقين بفوز الرئيس، لكن هو ده خد التجربه ويحترم ويقدر وكل الشعب المصري احترمه نتيجه خوض هذه التجربه. ان شاء الله في الانتخابات اللي جايه دي نلاقي عشرات منه متقدمين
وتشوف صوره ديمقراطيه اقوى. انا عارف يمكن الناس كلها ما كانش مش معروف او الناس كلها ما كانتش قادره تاخد قرار لانه كان عارف ان هو مش هينجح، لكن النهارده الحصاد جاي ودعائم الديمقراطيه الفتره اللي جايه دي ونشاط الاحزاب السياسيه ان شاء الله هتكون اقوى، وهنشوف براءه جديده من الشباب تتقدم، وهنشوف مع النهضه الاقتصاديه نهضه سياسيه ونهضه اجتماعيه جنبا الى جنب. وزي ما سعادتك اتفضلت دلوقتي وانا بحييك على فكره يا استاذ احمد، انت رجل الحقيقه انا ما تعودتش يمكن اول مره في حياتي اقول هذا الكلام. انت رجل وطني من الطراز الاول ورجل مسموع النهارده بتستمع في الداخل وفي الخارج، ومحطات امريكا كلها ومحطات العرب والمصريين اللي موجودين في كل انحاء العالم بيتابعوك وعارفين ان انت وقناتك اللي بتشتغل فيها قناه وطنيه محترمه، وانت يعني يمكن المجهود اللي بذلته مجهود كبير جدا جدا جدا، وانا اعرف كويس قوي انت بتعمل ايه انت ورجال اعدادك ومخرجينك ومصورينك وناسك، وقد ايه انت حريص انك تقدم صوره حقيقيه، وقد نجحته وانا بقول لك بامتياز انك تقدمه للعالم كله صوره مصر الحقيقيه في شعبها واحتفالاتها وفي قضائها وشرطتها وقواتها المسلحه وفي محاربتها للارهاب وكشف كل الخداع اللي حصل. انا بحييك انت بالذات تحيه خاصه وكل من حولك وكل من شاركك حتى من معازيمك وحتى من الناس اللي بتدعوهم للقاء. الحقيقه كنت مصر قدمت يعني ملحمه وطنيه محترمه قالت فيها للعالم لا خلي بالكم احنا مصر هي دي مصر هي دي حقيقه مصر وما تتخدعوش باي اكاذيب بره. العالم النهارده خدوا الضربه القاضيه في كل يعني مساركهم اللي وصلتهم للهاويه وفي كل يعني كل اللي اتفضلوا وعملوه كذبا ورياء ونفاقا خيانه لمصر اتفضحوا في العالم كله. بس نزول الناس يا محمد بيه نزول الناس اكد انه الناس دي غير مقنعه ومحدش بيقتنع بيهم. خلاص لا يعني لا خلاص فشل ذريع ليهم. هو دلوقتي الحقيقه على الحقيقه فيديو، الحقيقه صوره، الحقيقه صوت. الحقيقه شعب طالع هو هيكذبه ازاي؟ ده هو مش لاقي حاجه يقولها فبيضطر يكذب يالف قصص يجيب مزاعم كاذبه يجيب شطات بألفها هو مركبها هو عشان يخدع بيها الناس. لا الناس بقت عارفه خلاص يا استاذ احمد الناس بقت عارفه ان دول كذابين ومأمورين وبيجروا ورا مصالحهم الخاصه يعني تخيل واحد بيذيع من قناه بره بيشتم فيها شعبه وبيشتم فيها جيشه وبيشتم فيها رئيسه ده تقول عنه ايه انه خاين واعلى درجات الخيانه دي. تتخيل تتوقع منه ايه انه يكون كذاب وخاين ومرتشي وهو النهارده بقى لاجئ مرمي بره بلا وطن وبلا ماوى. فخلي بالك الحاجات دي كلها الناس عارفاها وشايفاها. انا عايز اقول لك النهارده الوطني المستقيل الوطنيه الحقيقه كانت ظاهره في شبابنا وفي رجالنا وفي الحقيقه مجموعه كبيره جدا من الاعلاميين. انا كنت بقرا الحقيقه المقالات وبقرا محطات التلفزيون المصريه والعربيه والاجنبيه، كنت متابع بمنتهى الدقه كل ما يحدث. انا فخور بالاعلام الوطني المحترم سواء كان في مصر او خارج مصر، لان حتى في البلد العربيه كان في برضه بعض الناس بيعملوا اشارات صادقه وبينقلوا الصوره بوضوح وبامانه. وفي بعض الناس المستشياء بيحاولوا يغيروها، ما انت عارف بقى دول مسلكهم ايه وراح يروح على فين. صحيح. بلد يعني التاريخ بيكتب وبتاريخ خلي بالك اللي بيكتب مره واثنين بيتفضح وبينكشف وانكشفوا. انا يعني لو تشوف المؤتمرات اللي حصلت انا يمكن مش بموضوع الحديث لكن اقرا كده خش كده على المؤتمر خش على السايت ده كده واكتب كده مؤتمر بروكسل ومؤتمر مدريد لمحاربه الارهاب. شوف الكلام كله كل الكلام وكل الجلسات مصب على مين؟ كل الكلام اللي موجود فيه شوف الدولتين اللي راعيتين للارهاب شوفهم هم قطعوهم ازاي في بروكسل. كل الدول الموجوده الاوروبيه والعربيه والاجنبيه اللي موجوده من دول مختلفه شوف هم قد ايه فضحوهم بالممارسات بالمستندات وبالاوراق وبالمعلومات. عاوز اقول ايه بكده؟ يعني العالم هم كشفوا خلاص وتعرفوا الدولتين اياهم دول معروفين هم ايه وبيعملوا ايه وبيروحوا فين وبيجوا منين ومصحتهم ايه واللي حواليهم الابيضه اللي حواليهم دول هم نفس الموضوعات اللي معاها. انا عايز اقول لك يعني عشان لا اثير اكثر من كده يعني تحيه للشعب المصري العظيم. انا فخور ويمكن انا قلتها في المؤتمر اخر قبل الانتخابات. صحيح. قلت لهم انا براهن على الشعب المصري وانا اعرف عراقه الشعب المصري وانا على يقين ان الشعب المصري هيدي الرساله القاسيه دي للخونه والمجرمين بره وقد كان. انا الحقيقه فخور ان انا اكون مصري وفي
وفخور بالشعب المصري في كل مكان، شبابه ورجاله وشيوخه ونسائه وحتى الاطفال الصغيرين كانوا بيرقصوا، حتى الشوارع كلها امتلأت بالفرحه. واحنا على يقين ربنا سبحانه وتعالى هيكمل فرحتنا وهنبني مصر العظيمه. واشكرك واشكر كل جماعه اللي معاك اللي ساعدونا على هذا الانجاز الضخم الحقيقه، في كل سواء كان القناه عندنا احنا او كل الاعلاميين في كل القنوات وفي الصحف وفي المجلات وفي الراديو وفي كل حاجه. بحييك وبشكرك شكرا جزيلا.